صباح الخير. ومنتنقل بين لحظات الفرح والأسى، وبالمناسبة نفسها جرعة أمل وكمشة حزن ببلد ما عرف حالة من الاستقرار الدائم. بزمن الميلاد وبكل سنة منتذكر رجل دفع ثمن الاعتدال بالشهادة. بتصادف اليوم ذكرى استشهاد الوزير محمد شطح صاحب الحلول والتسويات. خلال مسيرته السياسية آمن محمد شطح أنه الحوار هو مفتاح الحل لكل الخلافات والفتن، ولأنه لغة الاعتدال خوفتهم واليد الممدودة للقاء أرعبتهم والصوت المؤمن بلبنان أولا أرعبهم. لهالأسباب كلها وأكثر كان اغتيال محمد شطح. لم يكن محمد شطح وحده المستهدف، إنما لبنان وتاريخه كملجأ للمضطهدين وحضارة بيروت أم الشرائع. والحكم الآتي من رسالة التعايش، ثقافة الحياة هي المستهدفة. فالهدف من اغتيال محمد شطح كان اغتيال الوطن وقيم الوطن الصغير وقيمه من أجل مشاريع أكبر. الشهيد محمد شطح قدر ينسو شبكة علاقات دولية وكان جسر حوار بين كل مكونات 14 أدار. اغتياله محاولة لاغتيال مشروع شباب لبناني بيرفض السلاح ولغة التقاتل. من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مشروع إضعاف لبنان ما تغير، أما خيار اللبنانيين فمواجهة العنف بمزيد من الاعتدال. بشوق كبير استقبل اللبنانيين عيد الميلاد، والأجواء الميلادية عمت بيروت والمناطق. اللبنانيين من مختلف الطوائف تشاركوا معان العيد، ترانيم الميلادية ارتفعت لاستقبال ملك المجد، والصلوات كانت من أجل السلام بلبنان والمنطقة. ورغم المعاناة اليومية كان الرجع بميلاد الطفل يسوع. كيف كانت الأجواء بكنائس بيروت؟ منتابع سوا بهالتقرير للزميلة رولا أمين الدين. أحلى أيام هيدي هلأ، الله يزيل عنا هالكابوس وكله هين كابوس الحرب والضرب والقتل. وجمعة حلوة للولاد وللكبار، والأعياد الميلاد ورأس السنة هن أعياد بيجمعوا الكل. إيه أنا لايك يعني قايم غصب عني لأجي عيد، والله يخليني بصحتي بس لأجي عيد. الأجراس وامتلأت ساحة الكنائس، أقيمت القضاديس بمختلف المناطق ورفعت الصلوات ليكون العام الجديد مليء بالمحبة والسلام. فبجولي بوسط بيروت والأشرفية ومنطقة الجميزة غمرت فرحة الميلاد الكنائس، فتحضروا الناس لحضور القداس والصلاة ومعايدة بعضهم البعض والاحتفال بولادة السيد المسيح. فرحة الكبار والصغار اليوم أجمل شيء بالعالم وقت اليسوع بيخلق. ناقصتنا الفرحة وبدنا السلام يعم على العالم ونكون فرحانين أكثر لنكون مبسوطين والعالم تجتمع كلها مع بعضها والحياة حلوة. تعيد أحسن عيد ونرتاح من الحالة والأزمة اللي بلبنان. لازم الأولاد تفيق تعيد أهلها وتعيد قرايبينا وتعيد نعلمهم على المحبة وعلى كل شيء. وبدنا يلتفتوا فينا هلا هالزعمة هالنواب هلا بس وبدنا رحمة الله. كلهم بفوتوا على فرد كنيسة، كل المسيحية، ولازم كلنا نكون يد وحدة، ولازم لبنان يرجع أحسن مما كان. هيدا بيج جايبينه للدار. الأطفال فبعد ليلة الميلاد وتوزيع الهدايا من قبل بابا نويل استيقظوا صباح يوم الميلاد، لبسوا أجمل التياب وانطلقوا للاحتفال بالعيد. نعيد كل الناس ومنرجع الكنيسة منقدس ومنلبس ثياب حلوين. لازم العيد نحس بالفقرة، يعني نساعد المحتاجين، إنه مش كل شيء إنه لقلنا لازم نساعده. كل الكادويات القدام اللي عندنا والاشياء اللي ما بدنا اياهم فينا نعطيهم للفقراء. لابسه احمر لانه عيد. روح زوروا لي بيتن بيتن فقير ما عندهم شيء الا ولد يسوع.
رغم الغيم الأسود اللي خيم على سماء لبنان ورغم التشنج السياسي وأجواء الأسر والخطف، إلا أنه مع كل سنة بيحمل اللبناني مجموعة أمنيات مع بداية العام الجديد، عام قد يحمل للبنانية ما عجزت عن تنفيذه الأعوام الماضية. جاي صلي واطلب من ربي ينصرنا ويضل يطلع بالشعب وينصر الشعب ويطلع. واكثر جيش انت بتقولي اترك الجيش، بدنا الجيش بدنا الجيش بدنا الجيش. ارحموا هالامات اللي عم تبكي، عندكم اولاد وعندكم امات، اشفقوا عليهم. هالبلد ما بينفع الا الحوار والتأخي والمحبه والغفران، ونغفر لبعضنا. وان شاء الله تكون السنه اللي جايه خير على لبنان. بطلب للبنان الرئيس الجمهوري يطلع. وبصير فرحة بلبنان فرحتين. بتمنى على كل جيش يكون مبسوط بهاي العيد. منتابع دائما باجواء عيد الميلاد يلي عمت كافه المناطق اللبنانيه. وقفتنا هلا بكنيسه مارلياس بانطلياس حيث اقيم احتفال وبرنامج غني ومتنوع بتنظيم من جماعه رساله حياه، جمع العائلات المحتاجه وتم توزيع حصص غذائيه. تقرير. لقائنا نار ونور، لأنه ما منقبل بهيدا النهار عن جد كتير حلو ومميز مثل كل نهار بالسنة عن جد، إلا ما نكون عم نزرع الحياة، وإلا ما نكون عم نتذكر إنه الحياة هي أقوى من كل موت، وإنه الحب هو أقوى من كل بغض. على صوت الأجراس العالية وأغاني عيد الميلاد انرسمت الفرحة على الوجوه اللي جمعتها محبة يسوع. كعادتها جماعة رسالة الحياة شاركت فرحة العيد مع العائلات المحتاجة من جميع الطوائف والأعمار، تما يعيدوا لوحدهم بالولادة الجديدة. نجمع كل العيال من ساعدة ومنجرب نزرع لهم البسمة بقلب حياتهم. خلينا قلبنا مفتوح، اكتفتنا بإيدين بعض نطلع بهالناس اللي حوالينا، دايما موجودين قدام كل شخص مقطوع، كل شخص محتاج، كل شخص عايز نظر عايز محبة. جابوا لي هالكارت وجيت لأتعيد معكم، أنبسط معكم. بيستقبلونا أحلى هدية، أهلا وسهلا، هاي أحلى هدية لإلنا. جايين نخلي عيد أحلى عيد. مثل ما شايفة اليوم إنه الميلاد، بس يمكن نص الناس الموجودة هي مش مسيحية. ما في فرق بين الديانة الإسلامية ولا المسيحية، كلنا عيد مع بعض يصير في عيش مشترك، ما الواحد يطلع لا على الفقر ولا على الغنى ولا على شيء. الله يجمعنا سوا ويحببنا ببعضنا. لأنه رمزية العيد ما بتكمل إلا بخدمة الإنسان ومساعدة الفقير تتعم الفرحة قلوب الكل، كان وراء هالبهجة والفرح عمل إنساني، فتم توزيع حصص غذائية للعيال اللي اجتمعت على غدا العيد، بالإضافة إلى هدايا الصغار اللي استمتعوا ببرنامج غني ومتنوع. إنه نشوف الأشخاص بهذا الجست البسيط عم نقدر نكون عم نرسم هذه البسمة. بكفي تشوفوا هيك عالم خدشارية جايين يعيدوا مبسوطين. كثير حلو، بفرح القلوب، بذكر الله تطمئن القلوب. كثير بجنن، وإن شاء الله يضلوا بهالهمة. إن شاء الله تغير الأوضاع. وعاملين جو كثير حلو، وإنه إن شاء الله يكونوا هنك مبسوطين. نرقص ونغني، كثير مبسوطين بعيد ميلاد. جوي نوال، إي بون أني. جوي نوال، إي بون أني. إي بون أني.